أمس وقفت علي السيارة، رحت حق أخوي سعود خد سيارة من سيارهم تاكسي، وأنا واقف في الشارع يعني واحد وبنت زوجته. ممكن توصلنا؟ وين بتروحوا؟ شجرة الحياة. خدتهم ووصلتهم، بس لما وصلنا هناك ونزلوا عند الشارع صبوا عليها ماء، وبعد فترة حسيت أن أمينة كانت معاي. جاسم، حملني مسؤولية مرض أمينة. تبين هاتشي؟ أنت ايش كثر صار لك تنام مع الطبول والجربة؟ أنت تقص علي؟ أمينة وعارفين أن ما لها علاج، وأنت نورة لازم تعيشون حياتكم. فكرت تتزوج علي؟ الحين أنت تدل شجرة الحياة؟